سيدي ابو خالد، انطباعك عن وجود اصحاب الهمم وبالدرجه الاولى، تمكينكم لهذه الفئه وحدث مثل هذا يكون عندنا حلو. الله يحفظكم ويسلمك انتوا عيالنا، واتمنى لكم ان شاء الله التوفيق الدائم. انت مثال يحتذى تشريف قدوه. نعم والله اني صار تشريف يحتذى، ونحن محظوظين انك انت موجود بينهم، لان خير من يمثلنا، دعمكم خير من يمثلنا، دعمكم قائم. الله يطول، دعمكم مشكور قائم.